السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التضامن 5 مليارات جنيه سنويا لدعم 1.1 مليون من ذوي الإعاقة. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بلغ 1,100,000 شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا. وأوضحت الوزارة تقريرا صادر عنها حصلت الدستور على نسخة منه أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 800,000 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة وإجراء ربط شبكي بين الوزارة والجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات. وتقوم وزارة التضامن بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء الالتحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تشرف على 778 هيئة تأهيلية بما يشمل 79 مؤسسة إقامة داخلية و66 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و223 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و29 مركز تأهيل شامل و243 حضانة أطفال ذوي الإعاقة و7 جمعيات صم وضعاف سمع و55 مركز لغوي. ولقد تم تقديم الخدمات التأهيلية متنوعة إلى 113,568 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات. كما أعدت الوزارة خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية. ولقد قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل لجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون من 20 وزارة ومجلس قومي بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية. ونوهت الوزارة بأنه تم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية، كما تم توفير 2000 من أجهزة اللابتوب ناطق لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.